مساء الخير عليك. مساء الخير عليك يا كابتن هاني. مساء الخير عليكم مشاهدينا في كل مكان، على كل بيت أهلاوي، على كل مشاهدي قناة نادي الأهلي اللي داخل مصر وبره مصر، اللي عددهم بالملايين. وليه لا؟ ما احنا كنا ترند امبارح، يعني أول 7 مراكز ورا بعض. لا، وإن شاء الله دايما يا سلام إن شاء الله. والنهاردة كمان هنعمل كده، معنا حاجات حلوة كتير قوي محضرينها لكم النهاردة. زي ما كابتن هاني قال، أول حلقة فعليا من برنامج البيت الكبير. امبارح كان الافتتاح، كنا بنعرفكم على برنامجنا، كنا بنعرفكم على نوعية الضيوف، كنا بنعرفكم كمان منهج البرنامج ازاي، ايه هي القواعد اللي هيمشي عليها البرنامج في الفتره اللي جايه. حابه بس عايز اقول حاجه كده، وهسالك السؤال ده. امبارح في تعليقات كتيره قوي جت، وفي ناس كتيره قوي اتكلمت، وفي ناس يعني اشادت الحقيقه بالانطلاقه الكبيره دي، وعلى كل المستويات الحقيقه، على الشكل والمضمون واللون وكل حاجه. امبارح كان يوم حقيقي بيمثل رهبة رهيب. أنا بتكلم عن نفسي يا جماعة، أنا بتكلم عن نفسي. امبارح يمكن المجري كان علق على الموضوع ده وقال لي أول حاجة في كلامه، الوقفة دي ليها رهبة. وده اللي أنا فعلا، أنا ما كنتش خايفة، يعني أنا ما كنتش خايفة ولا كنت متوترة زي لا يعني. أنا بالنسبة لي كان أنا كنت مرعوبة بس الحقيقة، فيعني بس الحمد لله عدت على خير. لأن الوقفة دي وقفة كبيرة. صحيح. اللي عنده إحساس بالمسؤولية وعايز ينجح وعايز الناس الملايين دي، ناس كتيرة قوي، لو انتوا عشان تصدقونا لازم ان احنا نقنعكم ولازم نكون صادقين. علشان كده الرهبة ديت مش من فراغ. انا برحب بيكم مرة تانية، وده بقى اللي يخليني اسأل كابتن هاني دلوقتي عن احساسه في الافتتاح. بصي، انا احساسي